FM. الكلمة ليك. معناها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية, أنا لنا نتعامل مع ملف إنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى. كيف كان عندي لقاءات باللجان اللي خدمت, ممثلي اللجان اللي خدموا لمدة 4 سنين على الملف هذا دون تفرقة, كلهم سمعتهم, كلهم تقابلت معهم, كلهم تناقشت معهم برنامج العمل, لأنه 4 سنين ما نجموش نمحيوهم مهما كانت معناها مصداقية الشخص, أو لأنه زاد العائلات جاءوا وتشكيوا من بعض الأشخاص لا ما نحبوش يمثلنا, هذا الكل أنا نعذر. أنا حتى العائلات اللي نقابل فيهم معناها كيجيوا بعض الحالات نستقبلهم ونسمعهم, والعكس هما اللي يحطوا صبحهم على الدي ديريكتومون لأنهم بعيدين كل البعد على كل مزايدة. يعني العائلات وقت اللي تعطيك شنو إشكاليتها لمدة 4 سنين هي تحكي بكل صدق. الكلمة ليك.